في المملكه العربيه السعوديه. يمكن احنا طبعا متواجدين في فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي، ومعانا طبعا الجاليه المصريه المحترمه والمميزه جدا، واكيد ده طبعا يبقى معانا لقاءات عديده معاهم ونشوف ارائهم، شايفين النادي الاهلي وجوده ازاي، حاجه طبعا وفرحه كبيره جدا. حابب طبعا اخد ارائكم في البدايه، شايفين وجود النادي الاهلي هنا في المملكه العربيه السعوديه، شايف الحدث ده ازاي بالنسبه لك، وحابب تقولي لكل لعيبه النادي الاهلي؟ بحب اقول للعيبه النادي الاهلي اهلا بكم في السعوديه، وده شيء كان يسعدنا جدا وتابعناه من فتره ورحبنا بوجودهم، حتى كنا خايفين لو ان يكون المباراه في جده، ولكن الحمد لله المباراه جت في الرياض عشان بنحب نشوف اللعيبه. والنادي الاهلي نادي كبير، ومع العلم ان انا زملكاوي كده، لكن انا بشجع النادي الاهلي، بشجع الكره الحلوه، وبما ان احنا مصريين لازم نقف جنب النادي الاهلي وجنب اي فرقه بتمثل مصر، فاهلا بهم في السعوديه واحنا سعداء جدا بوجودهم هنا والحمد لله. دوري النادي الاهلي ولا الزمالك؟ لا للزمالك خلاص، للاهلي خلاص. الزمالك بقى السنه الجايه ان شاء الله. مستمرين معاكم طبعا وبناخد عدد طبعا هنا من المملكه العربيه السعوديه. قول لي النهارده يمكن النادي الاهلي متواجد في الرياض، كابتن فؤاد انور طبعا واحد من نجوم نادي الشباب السعودي والنصر، قول لي النهارده شايف الاحتفاليه الكبيره اللي ان شاء الله هتقام النهارده، احتفال النادي الاهلي طرف وعدد من كل النجوم في النادي الانديه السعوديه، شايف الحدث ده بالنسبه لكم ازاي هنا في السعوديه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنرحب بيكم اولا وبنرحب بعثه النادي الاهلي. كان من شويه الكابتن عادل القيعي قاعد جنبنا كده، وحسينا ان هم اللي بيستقبلونا مش احنا اللي بنستقبلهم، يعني كابتن سيد عبد الحفيظ جه هنا وسلم علينا. انا شايف ان في ناس بتيجي بتقطع كيلوات عشان تيجي تحتفل بالنادي الاهلي، وهي فرصه ان احنا بنحب النادي الاهلي وبنقابله وبنسعد بيه. زي ما قلت لحضرتك الكابتن سيد عبد الحفيظ انا بخصه وبشكره طبعا، الراجل جه من بره هو اللي سلم علينا مش احنا اللي سلمنا عليه، وان شاء الله النادي الاهلي يفوز بالدوري الموسم ده باذن الله. عدد الكبير المحترفين بالنسبه للنادي الاهلي اللي متواجد هنا في الدوري السعودي ده يمكن بيمثل ان في انتفاضه كبيره واللاعب المصري مميز بشكل كبير، وسوق كمان بالنسبه طبعا للبيع، شايف ان العدد الكبير هنا في المملكه العربيه السعوديه من النادي الاهلي ده بيمثلكم ايه هنا كواحد من المصريين هنا في المملكه العربيه؟ اولا احنا ما كنا بنتابع الدوري المصري فقط، النهارده احنا بنتابع الدوري المصري والدوري السعودي، يعني معظم لعيبه النادي الاهلي متواجده في معظم الانديه وبتمثلنا بشكل، شفنا شيكابالا، شفنا عماد متعب، شفنا الكابتن عصام الحضري، عاملين طفره كبيره في الدوري السعودي، واصبحنا بنتابع الدوري السعودي وبنتابع الدوري المصري، وهي فرصه لبعض اللعيبه اللي ما بتشاركش في التشكيله الاساسيه في النادي الاهلي بتشارك في الدوري السعودي وبترجع لمستواها. ان شاء الله اللعيب اللي خرج زي عماد متعب ان شاء الله يقدر يثبت جدارته واستحقاقه بالعوده للنادي الاهلي ان شاء الله. قول لي لو باخد رايك النهارده، شايف وجود النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب، كابتن حسام البدري، بعثه النادي الاهلي متواجده، شايف النهارده التواجد ده ازاي وبيمثلكوا ايه؟ وهل انت يمكن اهلي، عارف انت اهلاوي صبيب يعني طبعا. هو طبعا انا برحب بالنادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه طبعا ومدينه الرياض. هو طبعا النادي الاهلي بيروح اي مكان دايما المشجعين، دايما الناس بتحب تكون موجوده معاهم طبعا، دي بتمثل لنا هنا كمصريين طبعا حاجه كويسه، احنا بنحب دايما نشوف لعيبه الاهلي نتصور معاها. كمان طبعا انا من خلال حضرتك طبعا بوجه رساله لقناه النادي الاهلي، ان شاء الله دايما اللعيبه في فتره كويسه جدا، باقي حوالي تقريبا 13 ماتش، فالكابتن حسام خلاص احنا فرقنا كتير جدا، تقريبا فرق 12 بونت عن النادي الاسماعيلي، فان شاء الله كابتن حسام بيبقى قدامه وقت يقدر ان هو يجرب عدد كبير من اللعيبه، نستقر على تشكيل ان شاء الله، يعني سوء التوفيق لعبنا في نهائي افريقيا نعديه السنه دي وان شاء الله ناخد البطوله اللي جايه ان شاء الله. ودايما يعني النادي الاهلي دايما معودنا على البطولات، احنا من احنا اطفال صغيرين دايما بص في التلفزيون الاهلي دايما القاب بطولات، بيحاول دايما يخش اي بطوله يبقى هو رقم واحد، فان شاء الله دايما النادي الاهلي للامام، وان شاء الله كابتن حسام كده يستقر على لاعبين واللعيبه المصابه ترجع، وان شاء الله يعني من خلال حضرتك برضو يبقى في توب فور من اللعيبه كلها تكون موجوده وتشارك كويس طبعا، شارك كاس العالم، ومصر والسعوديه طبعا دولتين اشقاء، ان شاء الله دايما يعني في ود وخير بينا ان شاء الله. لو باخد منك رساله للعيبه وكابتن حسام لبطوله الدوري اللي ان شاء الله بنحسمها لان هدفنا الكبير افريقيا، حابب تقول لكابتن حسام البدري وكل لعيبه النادي الاهلي؟ والله طبعا انا بقول ان كابتن حسام في الدوري حاول بقدر الامكان يعمل يعني موضوع الروتيشن، زي مثلا اللعيبه اللي بنشوفها في اوروبا بنلاقي معظم اللاعبين اللي هم خلاص الكباتن بتاعه الفريق، الناس اللي هي واقفه على رجليها برضو خلاص هم عملوا اللي عليهم وزياده، محتاجين الناس الثانيه تشارك، بحيث ان احنا في الاول الكونكلوجن بتاعتنا في الاخر كده تطلع بشكل كويس، تطلع تشكيل محترم مثلا نقدر داخلين افريقيا واحنا عندنا في كل مركز لاعب واثنين، والاثنين
جاهزين كويس اللي بره زي اللي جوه، زي ما حصل مع ريال مدريد السنه اللي فاتت شفنا التفوقات دي، كان الفريق الاحتياطي هو تقريبا نفس مستوى الفريق الاساسي. فان شاء الله كابتن حسام وكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن بيبو طبعا الناس دي دايما تكون تعالى الاهلي دايما اللي فوق ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. سعيد بوجود النادي الاهلي بعثه كابتن محمود الخطيب، اكيد انا شايف سعاده كبيره لكم كجاله مصريه هنا، وممكن تلتقوا معاهم الصور التذكاريه وبعض الاحاديث مع الكابتن عادل وكابتن سيد. يعني عايزك توصف لي سعادتك النهارده وانت شايف النادي الاهلي هنا في المملكه العربيه السعوديه. طبعا احنا اول ما عرفنا ان الاهلي جاي النهارده في السعوديه بنرحب بيه طبعا، وبنرحب بالجهاز وخصوصا كابتن بيبو، احنا كلنا سعداء بوجوده، وانا شخصيا كان نفسي اشوفه جدا وكنت حريص ان انا اجي واتصور معاه واتصور مع باقي اللعيبه، ودي حاجه تسعدنا جدا ومخلينا متشرفين بالاهلي، والاهلي دايما مشرفنا في كل حته يعني في مصر او في السعوديه او في اي مكان في العالم. يعني رغم ان النادي الاهلي عنده مباراه مع الاتحاد السكندري يوم 4، لكن اصر ان هو يبقى متواجد في اعتزال كابتن فؤاد وانور، ده بينعكس عليكم ازاي هنا؟ وشايف ان فعلا النادي الاهلي قيمه كبيره ولابد يكون متواجد في كل المحافل سواء في الاعتزال او في المباريات الدوليه. طبعا دي حاجات بتدل على قيمه النادي الاهلي، ان الاداره السعوديه هنا تهتم بان النادي الاهلي تحديدا هو اللي يبقى موجود في مباراه اعتزال كابتن فؤاد انور. دي حاجه تدل على ان قد ايه النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم، ويشرف اي حد انه يبقى موجود. وبالرغم ان هي اجهاد على اللعيبه ان هم لسه لاعبين ماتش اول امبارح وعندهم ماتش بعد بكره مع الاتحاد، وماتشات الدوري خصوصا الدور الثاني بقت صعبه جدا لان كل الانديه بتصارع على النقطه وعلى الهدف، بس دي حقيقه اكيد الكابتن حسام البدري عامل حساب الموضوع ده في اجهاد اللعيبه والاستشفاء وان هو يعمل روتيشن، واللعيبه الجديده محتاجين ان احنا نشوفها النهارده، محتاجين نشوف محمد شريف، محتاجين نشوف صلاح محسن، محتاجين نشوف اللعيبه الجديده، وان شاء الله يقدموا مباراه كويسه ونكون حاضرين المباراه كلنا باذن الله. الله يخليك. قول لي النهارده حابب تقول ايه النهارده، ووصف لي سعادتك النهارده بحضور النادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه في الرياض، يعني وجودهم ومشاركتهم في اعتزال الكابتن فؤاد انور. بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بقناه الاهلي في السعوديه وبنرحب بالنادي الاهلي في السعوديه، واحنا بنشكر اللعيبه وجهاز الفن والقناه على حسن الضيافه ويعني الاستقبال والتواضع اللي احنا شايفينه ما شاء الله، ده بيدل على النادي الاهلي نادي كبير. وانت النهارده جبنا نعمل معاك لقاء في قناه الاهلي، يعني احنا في غربه وتحسسنا ان احنا في مصر بامانه الله، وجود النادي الاهلي وعندنا وجهه نظري النادي الاهلي هو مصر. النادي الاهلي هو مصر، بفرح الشعب المصري، بفرحنا جوه وبره وكل حته. وحقيقه يعني كل اللعيبه اللي بنصور معاها كابتن خطيب الكابتن حسام البدري كله قام بيصور معانا قابلونا، اخواتنا مش لعيب كوره، مش واحد متواضع واحد متقبل ابدا، مش الكلام ده نهائي، كل اللعيبه بيصور معانا وقاعدين معانا وصلنا بعد الجمعه شيء، يعني اقول لك احنا في سعاده كبيره. وحقيقه يعني النادي الاهلي نادي عظيم، نادي عظيم نادي كبير والله. احنا انا اقول لك حاجه، انا جاي هنا مخصوص كابتن ايمن اشرف لان بلدياتنا، كابتن ايمن بلدياتنا، وجايين نصلي نسلم عليه. واللي شفناه النهارده مع النادي الاهلي حقيقي هو النادي عظيم في كل حاجه، سواء كوره او اخلاق او ادب او احترام، كل شيء هو النادي عظيم والله. وانا هطلع من هنا فرحان جدا باللي احنا شفناه مع النادي الاهلي. قول لي لو باخد منك رساله للعيبه قبل ماتش الاتحاد السكندري ده، ان شاء الله نكسبه ونفرق النقاط الكبيره بيننا وبين النادي الاسماعيلي. رساله للنادي للعيبه، انا بامانه انا واثق في النادي الاهلي في كل حاجه، يعني النادي الاهلي نادي عظيم نادي كبير، يعني ممكن كابتن حسام بدري ما عندوش النادي قبل كل حاجه، ما عندوش حنيه لاي حاجه، فوق كل حاجه عنده نادي الاهلي. في كلام بيتقال ده في كذا عملت كان يلعب ما كانش يلعب، كان يقعد ما كانش يمشي. هو طبعا المدير الفني عارف هو بيعمل ايه، في النهايه المدير الفني والنتيجه بيعملها. الحمد لله نادي حسام بدري يعني اتعادلنا طلبنا ماتش قبل كده في الدوري، هو برضه الدوري بتاعنا وتعادلنا ماتش الدوري بتاعنا، الراجل عنده اصرار وعنده عزيمه، فاهم هو بيعمل يوصل لحد فين. مبروك نادي ان شاء الله. ماشي يا كابتن، مستمرين معاكم طبعا ولقاءات خاصه هنا من المملكه العربيه السعوديه، واكيد طبعا سعاده كبيره مع الجاليه المصريه هنا. قول لي النهارده شايف وجود النادي الاهلي معاكم والتقاط الصور التذكاريه بيمثل لك ايه وبينعكس عليكم ازاي ان انت تشوف النادي الاهلي هنا في المملكه العربيه السعوديه؟ اولا السلام عليكم ورحمه الله، بنرحب بحضراتكم تلفزيون وقناه النادي الاهلي، واحنا سعداء جدا ومبسوطين صراحه، واول مره نقابل الكابتن محمود الخطيب وكابتن حسام وجميع الكباتن النادي الاهلي، ومشرفينا دايما والنادي الاهلي نادي عالمي، واحنا سعداء جدا بوجودهم هنا في مباراه اعتزال الكابتن فؤاد انور، كابتن نجم من نجوم الكره السعوديه، ودي بتعمل يعني روح المحبه الأواصر بين الناديين، نادي الشباب طبعا اللي كان فيه الكابتن فؤاد انور والنادي الاهلي، وبين المملكه العربيه السعوديه وبين جمهوريه مصر العربيه كاشقاء، وفي تعاون كبير جدا. وحاجه جميله ان النهارده النادي الاهلي بيلاعب بعض النجوم ضد بعض النجوم اللي موجودين في كانوا في النادي الاهلي، زي كابتن عماد متعب، زي كابتن مؤمن زكريا، مش عارف زي هيلعب النهارده كابتن الحضري، فدي حاجه جميله كمان ان هم الاشقاء يتلاقوا مع بعض في ماتش ودي، واحنا سعداء جدا بوجودنا هنا مع الكباتن، وان شاء الله الاهلي دايما مشرفنا في كل مكان باذن الله. واشكرك يا كابتن.
قول لي النهارده شايف النادي الاهلي هنا في المملكه العربيه السعوديه، شايف وجود النادي الاهلي اللعيبه، حابب تقول ايه؟ اولا السلام عليكم. اول حاجه انتوا شرفتونا هنا في المملكه العربيه السعوديه، واحنا بنشكر الكابتن فؤاد انور ان هو جاب النادي الاهلي النادي العالمي ان هو يجيبه هنا، وده كان احسن اختيار لي الصراحه. وحضرتك النهارده هتروح وتشوف الجمهور قد ايه ما شاء الله اللي في الاستاد، وهم الصراحه الناس يشكروا ان هم عاملين لنا التذاكر مجانيا، واحنا بنشكر الشيخ تركي آل الشيخ على اللي هو عامله معانا يعني الصراحه. واحنا اخوات احنا والسعوديين، انا بقالي 27 سنه هنا في المملكه العربيه السعوديه، يعني بحس ان انا في بلدي الثاني يعني، وما شفتش اي مشاكل هنا معاهم الصراحه يعني. واحنا بنشكركم، واحنا اتشرفنا بيكم وتشرفنا بالنادي الاهلي، وانتم هنا في بيكم في بلدكم الثاني يعني الصراحه، وشرفتونا الصراحه يعني. تتمنى ايه للنادي الاهلي في بطوله الدوري والوصول لكاس العالم وافريقيا؟ تتمنى ايه للنادي الاهلي؟ طبعا اتمنى له التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله الدوري طبعا للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، واحنا بنتمنى له ان هو يتوفى في بطوله افريقيا باذن الله ان شاء الله. الله يكرمك. الله يكرمك. دخلت عليا دخله جامده جدا، قول لي بقى عايز تقول ايه؟ أنا من أشد المعجبين بالأهلي من طفولتي. أنا قابلت كابتن محمود الخطيب وأنا طفل قبل 40 سنة، وذكرته باللقاء ده، كنا في اسكندرية وكنت لسه طالب. دلوقتي بالنسبة للنادي الأهلي وطموحاتنا احنا كجمهور النادي الأهلي، أنا طلبت الكابتن عبد العزيز عبد الشافي كعقلية أنا معجب بيها إداريا، ومن الناس المتابعين لي جدا جدا يعني كرقم واحد، قلت له أنت تقريبا لميت كل لعيبة افريقيا. اول حاجة هتقول لي دوري ان شاء الله هنخلص الدوري معانا. الكاس قلت له بمشيئة الله، طلبته هو والكابتن حسام شخصيا مرتين وكابتن سيد عبد الحفيظ، قلت له ان احنا الكاس دي بتاعنا ان شاء الله، قال لي ان شاء الله ووعدني، والصورة موجودة هنا. تاني حاجة خلصنا مصر هنطلع على افريقيا، قلت له ان شاء الله بطولة كأس الاندية القادمة لازم نكون موجودين فيها بمشيئة الله في دبي، وهنكون احنا من ضمن الناس او الجمهور المشجع للنادي الاهلي زي ما بنجينا هنا، وحريصين ان احنا نستقبله في المره الاولانيه اللي كان في قبل 4 سنين 2014 كنا في استقباله، المره دي كنا في استقباله وفي الاستاد بالليل ان شاء الله هنكون موجودين وهنأزره احنا واسرنا طالما المملكه سمحت بالاسر. انا شخصيا واخد اسرتي ورايح. ثالث حاجه يعني تقريبا او الاهم حاجه، انا اللي اتكلمت مع كابتن الخطيب وكابتن زيزو وكابتن عدل القيعي، انا كلمته شخصيا، وكلمت كابتن سيد بن عبد الحفيظ، وكلمت كابتن حسام البدري، هم الخمسه قلت لهم انتوا النهارده تقريبا يعني عندكم تيم، مش تيم، اقوى من منتخب. اي بطوله هتروح احنا كجمهور مش هنسكت، مش كيعني خناق وكده، لا احنا طالما اللي انتوا عايزينه احنا موجودين. بالنسبه لتواجد الاهلي في السعوديه طبعا دي شيء بعبر يعني الاهلي مش بيمثل بس الاهلي، بيمثل مصر كلها ومتمثيله، وكنادي راقي ونادي عالمي ان هو بيمثلنا احنا كمصريين هنا. احنا السعوديه ليه مكانه خاصه، انا اعرف تماما هذا الكلام، ليه اصدقاء فؤاد انور اعلم تماما اني هو لي احد الوالدين المصريين بالمناسبه للمعلومه، وهو صديق مقرب لي من ايام ما كان لاعب، وكنت اتقابل معاه دايما في احد الاماكن هنا. الاهلي نادي كبير، نادي بطولات، نادي يعني يستاهل ان انت تضيع معاه الوقت وتقف وتقعد قدام التلفزيون وتقول انا بشجع الاهلي. ارجو ما تقطعش حاجه من الحديث. ما شكرا لحضرتك. قول لي النهارده شايف وجود النادي الاهلي بالنسبه لك ايه هنا في المملكه العربيه السعوديه؟ اهلاوي صميم اكيد. قول لي المباراه دي بتمثل لكم ايه؟ النهارده النادي الاهلي بيشارك في تكريم كابتن فؤاد انور، وزي ما بنقول النادي الاهلي عنده مباراه مع الاتحاد السكندري، لكن يمكن ده بيدل ان النادي الاهلي يعني بيدي رساله كبيره جدا طبعا ان الوحده العربيه، وايضا ان المملكه العربيه السعوديه ومصر هي بلد واحد. اكيد طبعا. طبعا هنرحب بالنادي الاهلي في السعوديه، يعني ما تصورش احنا مبسوطين قد ايه هنا. طبعا مستنين اللقاء ده بقالي، انا سامع عنه بقالي اسبوعين تقريبا ومستنينه جدا، كان الاول في جده واتنقل هنا. طبعا اتبسطنا اكتر لان انا من سكان الرياض من هنا، وطبعا الاهلي دايما مفرحنا وعايزين لقاءات من دي على طول. يعني المفروض احنا انا بقى متربي هنا في السعوديه ونفسنا نيجي هنا على طول. يعني اللي حابب تقول لعيبه النادي الاهلي ورسالتك ليهم من الفتره اللي جايه؟ اكيد طبعا احنا عايزين الدوري وافريقيا اكيد، يعني ده شيء اساسي، وطبعا بنشكرهم ان هم جم وعندهم ماتش كمان يومين، ده شيء كويس جدا يعني، ومبسوطين جدا طبعا. حبيب قلب.
قول لي النهارده شايف المباراه ازاي؟ النادي الاهلي متواجد هنا ويمكن التقطت صور تذكاريه مع اللعيبه وشفتوا الكابتن بيبو، ده بيمثل لكم ايه وبينعكس عليكم ازاي؟ واكيد انت سعيد ان انت بتشوف النادي الاهلي. انا مبسوط اصلا وفرحان ان انا شفت يعني الخطيب الاسطوره، يعني الاسطوره يعني الخطيب ده حاجه لوحده، يعني حاجه ثانيه، يعني انا شفته كده والله يعني فرحت ومخضوض في نفس الوقت من الهيبه. يعني شوف فرحان بالاهلي ان هو متواجد هنا، ويعني بطلب من اللعيبه يعني بجد افريقيا، يعني احنا الدوري والكاس ده خلاص يعني بقى حاجه عاديه، احنا بنطلب افريقيا عشان عايزين كاس العالم للانديه دوت على طول متواجدين فيه، ويا ريت يعني نحقق برضو مراكز اكتر في كاس العالم للانديه. يعني فرحه الاهلي موجوده هنا ديت نفسنا تبقى موجوده على طول. لو باخد منك رساله للعيبه لحسم بطوله الدوري وافريقيا وان شاء الله نوصل كاس العالم للانديه، تحب تقول للعيبه النادي الاهلي وكابتن حسام البدري؟ التركيز، التركيز اهم شيء، واللعب بجديه ورجوله. يعني امبارح كان ذكرى عزيزه علينا، اخواتنا 74 شهيد، يعني ديت يعني بجد يعني عايزين اي بطوله عشان تكون باسمه، فيا ريت لو ينفع تكريم لهم، تكريم لهم في الملعب او شيء كده من هذا القبيل. يعني شكرا جدا. شكرا. قول لي بقى، انا سامع ان انت اهلاوي جدا وبتحب مين في اللعيبه؟ انا بحب وليد ازارو. ايه اللي بيعجبك في وليد ازارو؟ مهاراته. قول لي، طب انت النهارده اتصورت مع مين من اللعيبه بقى؟ انا شايف ان انت اتصورت مع عدد كبير من اللعيبه، قول لي اتصورت مع مين من اللعيبه؟ شريف اكرامي وكلهم الصراحه، كله ما سبتش حد، تبع الاهلي انت في الدوري؟ اه اكيد. طب قول لي، شايف الاهلي ماشي ازاي في الدوري؟ وهل هنكسب الدوري ونحقق بطوله الدوري ولا لا؟ هنكسب طالما ربنا معانا، هنكسب ان شاء الله هنكسب. قول لي، طب مباراه الاهلي والاتحاد اللي جايه دي عايز تقولي للعيبه ان شاء الله عشان نكسب المباراه دي؟ انا عايز اقول لهم ان انتوا ما تخافوش وتكونوا قد المسؤوليه، والحمد لله على كل حال. قول لي بقى، عايز تقول ايه للنادي الاهلي وكابتن حسام واللعيبه النهارده؟ قول لي عايز تقول لهم ايه؟ ان شاء الله يفوزوا. اتصورت مع مين طب النهارده؟ كتير قوي، ازارو وشريف اكرامي، محمد نجيب، وحسام البدري، والخطيب، كتير قوي كلهم. يعني قول لي، النادي الاهلي هياخد الدوري السنه دي؟ اكيد. كل الشكر والتقدير طبعا لكل طبعا الجاليه المصريه المتواجده هنا في فندق الاقامه، ولقاءات وفرحه كبيره جدا طبعا. النادي الاهلي طبعا نادي القرن وبطل افريقيا، لابد نكون متواجد، والحب الكبير اللي احنا شايفينه ده اكيد هنكون مستمرين معاكم كل مشاهدينا وتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وكواليس خاصه فقط على شاشه قناه النادي الاهلي.